خلي المطر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي متتبعي قناة الشعب شوب تي في. من أمام مستجلة المنصور فاجعة، شابة تبلغ من العمر 17 سنة صدمها في طاكسي في طريق السيار ولاح جثة هامدة. تم نقل الشابة إلى مستودع الأموات. والغريب في الامر الشابه عندها 17 سنه اشنو تدير في طريق السيار الرباط ترويضة الرباط. الام ديالها تم نقلها الان الى المنزل في حاله جد صعبه، ما قدرش توقف على رجليها. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الناس اللي حضرت مشهد صادم ديال الشابة كتبلغ من العمر 17 سنة ضربها طاكسي بيض في طريق السيار الرباط الدار البيضاء الرباط. والبحث جاري من اجل معرفه ظروف هذا الحادث وعلاش هذه الشابه شنو كدير في هذا العمر قاطعه طريق السيار. شوفوا فيديو عبر القناة للأم ديالها، الحالة ديال الأم ديالها. عرفوا ان السرعة باش كيمشيو سيارات اجرة او سيارات عادية في طريق السيار يعني مشهد خطير، لان كنلاحظوا بزاف ان الناس كتقطع طريق السيار كتقطع طريق بطريقة عشوائية. الشابة في طريقها إلى مستودع الأموات. معكم من أمام مستعجلة المنصور، مازالين بعد العائلة الداخل من أجل استكمال الإجراءات.
مشاهدي متتبعي قناة الشعب شوف تي في، إلى هنا ينتهي هذا البث وإلى اللقاء.